لو الحكاية فيها إن فيديو شرفني وسعدني إن أكون النهاردة في وسطكم. أنا طلب مني أن ألقي محاضرة النهاردة، فحبيت إن أنا أشارككم معايا في تجربتي وخبراتي اللي أنا أخدتها في حياتي الهندسية اللي أنا قضيت فيها معظم حياتي، وكان عن حياتي في الغربة. بس قبل كل ده عايز أشكر ربنا على اللي أنا وصلت له، وكمان أشكر أبويا وأمي وإخواتي اللي كان ليهم فضل عليا في اللي أنا فيه دلوقتي. تأثير الأهل من تشجيع وحب وطموح وإيمان وثقة كان له تأثير عليا في حياتي. وتاني حاجة أشكر بلدي اللي ادتني كتير، وأحب إن أنا أعبر إن أنا فخور إن أنا ابن هذه البلد. والكورة الشراب والملوخية والرز بالشعرية والفول والطعمية والكشري بتاع عم جاب بتاع شارع عماد الدين، والضحك اللي كان من القلب. اتعلمت إني ما استسلمش لفشل أو لأي عوائق تقابلني. اتعلمت إني أحولها لبداية جديدة وانتصار جديد. اتعلمت عوامل ومبادئ النجاح، العلم والابتكار. بالرغم من إنك كمصري في بلد أوروبي بيعتبروك غريب من حضارة وثقافة مختلفة، لكن لازم تثبت نفسك وشخصيتك ليهم علشان يحترموك وعلشان يثقوا فيك.